هلو الناس زوينين بلاد زوينات، اليوم غنمشي نخرج لداون تاون نبدل شويه الجو. بغيت ناخذ شي كافي مع شي منظر او لا شي ايس كريم ولا شي حاجه، ماشي منظر زوين نروق ليا المزاج ديالي، ونجمع معكم كما العاده ونهضروا على واحد الموضوع اللي اصبح يثير انتباهي وذكرته في الفيديو الماضي، الا وهو النسويه ما النسويه، النسويه ما النسويه. فيما قلتي ما نبغيش الدل ولا هذا، يقول لك النسويه ما النسويه، ما علينا، المهم ما نديرو فلوغ وجماعة. فوالله الا بغيت نبدل الجو نمشي ندور شويه لكسون في سونتر فيل زوينه صراحه. والله كيبان ليا خاصني نبدا هذا الصيف كل سبت ندي بنتي، مازال ولدي صغير ما نديهش صراحه، كيدير يبقى يهرب وداك الشيء تيكبر. ندي مثلا نور كل سبت، غنشوف نشوف ان شاء الله نشوف كي ندير ليها. كل مره نمشيو شي متحف، نمشيو شي بلاصه زوينه، ونديكم معايا اليوم تشوفوا المناظر ونجمعوا، ما تبقاش دائما الدار طلعت لينا في راسنا. والحمد لله، اللهم اديمها نعمه محفظه من الزوال. ونشيشات بغا يقول لكم هلو، غنوريهم لكم ونتوكلوا على الله. شيشاتي الزوينات، يلا قول لهم السلام. قول السلام. شوف انا درت فخاشر في الشرجم والتيشيرتات كشي ديال الخدمه، احسن حاجه كيتكمشوا ليا كندير لهم صابون ونعلقهم في الشرجم عادي، ماشي برا الداخل ما شافهم حد يعني ماشي مشكل. شوف باش كدير المشا، شوف اش كدير القاشر بنتي. يا الله نمشي وعلى بركة الله. يا صبات بلا باش نمشي ليه ودير واد ديتالون باش نصور بيهم الا قدرت. بصراحه ما كرهتش كون شديت اوبر، ولكن اوبر غتقام عليا مشيان ومزيان وتدويره التيب وهذا شي 100 دولار اكثر ولا شي حاجه، وبالتالي غنباركي طوموبيلتي حدا شي طخان، و حدا الطخان اللي كيدير البلاصه اللي غاديه ليها. هذه احسن حاجه ممكن ديروها توفروا، وغتقام عليا المشيه والمجيه من داون تاون 5 دولار فقط، وطوموبيل نباركيها حدا الطخان، نخرج من الطخان نهز طوموبيلتي ونمشي. شتو الذكاء الخارق. هو هذا، سبحان الذي سخر على هذا وكنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. خديت هذا النهار نديرو راحة نفسية، عندك الحق في شهر في نهار في الشهر ديال مالادي، ومالادي انكلود حتى الراحه النفسيه، كنتي مرتاحاش ولا هذا بغيتي تدي واحد النهار تسنطي راسك عندك الحق ديري. فهاد الشيء اللي درت، هضرت معاهم وميم طون قضي شي غرضات. المهم شوفوا، انا كما كنقول لكم دائما خلي الشارج محلول، احترم الراي والراي الاخر، ولكن كاين شي اراء واخا حتى كنحترمهم انا كيطيروا لي الفريخ صراحه. شوفوا كاين واحد التفكير اللي كيجيني بيزار، كنقول ما عرفت كيفاش، شتي مازال الا قالوا شي راجل نقولوا تفكيره ذكوري معيق اكستريميست صافي كتقول واريفر، ولكن ملي كتشوفي ان المراه مقتنعه بهذاك التفكير بحال واحد الكومونتير جاني ومسحته، لانني ما صافي جاني ستاج الوحش ما قدرش نبقى نتناقش مع شي حد هكاك. صافي كل واحد من الاخر كل واحد يدير اللي عجبو، انا كنقول رايي فهمتوا، وانا عارفه ان واحد 99 في البنات متفقين معايا والسيدات، لانه بالاخص اللي كدوز بالتجربه وكتعاني وكتعذب وهذا راه حاسه بيا ما نحتاجش نشرح ولا حتى حاجه. ولكن النسبه ديال 1% ما عرفتش كيفاش واش نقول لكم عبادات الذكور ولا ما عرفت شنو، ما عرفتش جاتني بحال هكاك عبادات الذكور ماشي الرجال، لان كلمه راجل بحال كلمه كبيره، رجل فيها الاحترام فيها الشهامه فيها الحمايه، وكاينين الرجل كتسميه كيقول لك راجل ونص سمحوا لي. اما الذكر، الذكر هو اللي كيحقر على مرته، ذكر وصافي زعما فهمتي، غذكر حقر على مرته يضربها يزرق ليها عينها يخونها يتفلى عليها يكذب عليها، ونهار مسكينه تهز فيه الراس وتقول لي حرام عليك وتبغي تمشي وتبغي الحريه ديالها، راه المش ولا ما تهليتيش فيه كيهرب، يبقى غير الانسان نهار تحل فمها كيبدا يتهمها. ومشكله للاسف حتى المجتمع ديالنا الاغلبيه ديالو عندنا ذكوري، والعيالات الكبار بزاف هذا المراه هي اللي بحال واحد المثال كنت كنسمعو مع شنو، المهم ترك الناس القدام، وتا دابا للاسف ماشي غير الناس القدام، كيقول لك المراه الحره هي اللي تاكل قتله من راجلها وتخبى تحت من ناموسيه وتبقى حازمه شغلها وعلى دارها وتبقى في واحد الحرب ديال انا غنربح الراجل، الا دخلت جات شي مرات مشيت ريشة. راه مشكلتك ماشي مع المراه، مشكلتك المراه تدبر راسها، راه هذاك الراجل اللي مجلسه حداك ومضاربه على قبله هذاك ماله جائزه نوبل،
هذاك بالعكس هذاك خائن ما كيستحقش انك تبقاي مضاربه معاه عليه وباغا تربحيش غتربحي تربحي واحد خانك تربحي واحد ربما على حساب الا كان شي وحده كيضربها واحد فهمتي كتلقاهم والله هذا الشيء غير عادل غير عادل جدا المراه مسكينه كتعذب وتتالم ونهار تقول اي يقول لك التفكير النسوي انت هي مسحبه التفكير النسوي بحال واحد المراه كتبت لي والله الا مسحبه انا شي راجل انا اسحب انخراطي من قناتك لانك انت متاثره بالتفكير النسوي المتطرف هي 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 متطرف حينتاش ما بغيتيش تبقاي مع راجل اللي كيكذب وكيحلف على القران ليل نهار وانه وفي وانه راه ما كاين حتى علاقه اخرى وانت هي المراه الوحيده وغنديروا مستقبل وغنديروا حياه راجل انا بالنسبه ليا مازال انا بارابور بزاف راه كيوالو البنات كيقول لي مساكن كون شفتي اش دار معايا راجلي كاع ما تقولي هادشي غادي سير هادشي اللي كتعيشي انت ولكن انا نهضر على التجربه ديالي كاين اللي كيضربها كيعنفها كيسلخها كيزرق ليها عينها ودابا انا والله هادشي اللي كيعصبني وشفته وعشته في حياتي في العائله وفي الجيران والاصدقاء وهذا والمراه كتشوفها كتعذب كتزرق ليها عينها كتخوي عليها الماء كدير ليها الضوء كتشتف عليها كتخان ليل نهار كتمرض والراجل يمشي العين ديابي ما عادش يدير وبزاف وكنشوفه بعيني وعشته وشفته وكرهته وفي الاخر الناس والجيران والمجتمع اش كينصحوا صابري على ولادك صبري راه غايرين منك راه سحروا ليك راه شوف شوف انا اللي بغى يشرق يشرق اللي بغى يغرب يغرب اللي بغات قابله على تعدد وقابله على اي تعدد الا كان في الاسلام ولكن الله سبحانه وتعالى راه قال لك لا يكلف الله نفسا الا باردون سمحوا لي لا يكلف الله نفسا الا وسعها واصلا حتى التعدد خاص يكون الاطراف كلهم عارفين وموافقين والله سبحانه وتعالى حل الطلاق للناس اللي ما قدرش على واحد الحاجه والله خلق الريوس باش كل واحد كيدير الحاجه اللي كتريحو نفسيا هذاك اللي كيبقى يقول لك لا خاصك تجلسي اختي خاصك تجلسي بغيتي التعدد ديري انت وديري لبناتك وديري لعائلتك وهذوك الناس اللي باغين هذوك بغيتي تأمى اي انسان نفس بشريه اي امراه عندها احاسيس وعندها كرامه وهذا راه ما ترضاش ان الراجل يمشي يدير عندي توريست يمشي عند هذه المراه ويجي عندي يمشي عند هذه شويه يقولك زيد الثالثه شويه يقولك زيد الرابعه بصحته ولكن الا كانوا هكذا يشوف واحد ربعه صحابات وموافقين وباغين كما كيديروا بزاف المسطيين نيت هنايا كتلقايها واحد ثلاثه هذا كيقول لك شد بوي فريند واحد كيقول لك نتقاسموا حنايا هذا مزيان فهمتي الله يستر بغيت ديري بحال هكاك انت حره ولكن ما نبقاش نهاجم في الناس النسويه المتطرفه اختي النسويه المتطرفه اللي كيقول الهضره يدير اللي عجبه وانا مستحيل انا لا انا ولا اي واحد كيتابعني ولا اي حد كنعرفه شخصيا نقول ليه ما تستسلمش لهذا التفكير الرجعي ديال العهد الحجري بحال وحده مسافت لي كما قلت لكم الكومونتير طويل باراغراف كنت غنجاوبها وانا نقول بلاش هاد النوع كيكون غالبا مقتنع وانا ماشي ام نوت هير باش انا ماشي هنايا باش نغير الافكار ديال الناس كل واحد يدير اللي كيريحو كل واحد يدير اللي عجبو انا هذه قناتي كما كنقولوا منبر كنعاود فيه كنهضر لكم على افكاري وباش كنحس واش كنبغي المبادئ ديالي وطبعا كل واحد كيدير اللي عجبو واللي بغى يعبر على شي حاجه يفتح قناه يبقى يهضر حتى الصباح ف والله زعما بيزار المراه بالاخص حنايا عندنا في المغرب وثاني لكن كاين واحد النوع ثاني شتي كنت زوجتيه مغربي كاع ما كان يوقع لك هكا وانا لا عاودت لكم على المغاربه ماشي كلهم ولكن بزاف منهم كيوصلوني الميساج والله كون محشمت مع الوقت نبدا نهضر مع البنات اللي بغات تعطيني زعما البيرميسيون انني نبارطاجي قصتها بدون ذكر اسماء وهذا نبدا ندير لكم القصص واحد السيده هاد السيده بزاف المغربيه تعرفوها وهضرات معايا انا وكتهضر مع كاع المؤثرين ولا المهم صانعي المحتوى المغاربه اللي في امريكا كتعاود مسكينه باش نشوفوا لها جمعيات اللي كيعرف شي حاجه وهذا هادشي شي عامين مغربي وكيبان بعقله كيبان لاباس عليه كيضربها كيعنفها ساد عليها ارقولي ما كاينش هادشي في القانون ولكن المراه الا ما عارفاش الانجليزيه وساد عليها ومعنفها في غتعرف شي حاجه اصلا وخلعها وكذب عليها وكذب عليها وهي مسيقه لانها ما عارفاش ما مسولاش فهمتي كيضربها ضربا مبرحا ويجيب عليها العيالات في الدار وياها انها تحلف امها عيالاتها هكاك الخيانه قدامها كتشوف داكشي المنكر
منين تهضر مع دارهم ولا دارها وهذا دارهم تا هما كثار منها. جلسي وصبري راجلك غادي فهمتوا. واحده اخرى ثاني بزاف ماشي مساله الدول ولا مساله هذه ولا اش غنقول لكم. الله يديم خلق ما علينا. غنمشي دابا نمشي ونوريكم المناظر الجميله وناخذ شي ايس كريم ولا شي حاجه وندورو شي شويه. نور كاينه في المدرسه وهشام في لاكريج. وكما قلت لكم انا خديت هذا النهار لان الويكاند ما نكذبش عليكم ما كاين غير جري 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 سخفت ديال الغسيل والصابون. يلا تجمعات الدار دابا الحمد لله. دابا كنحاول انني في وسط الاسبوع تبقى دائما مجموعه دائما مقاده باش كيجيني هذاك السبت والسبت ديالي كنصور فيه كنخرج فيه وهذا والحد الوليدات كنخرجهم شي بلايصه زوينه فباش ملي يجيك الويكاند كتلقاي وقت تخرجي مع ولادك تهلاي في راسك ماشي نبقى حنايا غا الصابون والغسيل ليلة نهار. انا جيت هنايا جيت باركيت تقريبا حدا التران واحد البلاصه فابور شي 4 سوايع فابور ونشد التران صافي نبينا عليه السلام تقام عليا حتى كنت كنسلم الميريكانيه باش كضحكوني كتلقى محكة دايزين تلقى بحال هكا كوبر ولا شي حاجه يشوفوك كتصور يبدا يديروا بحال هكا زعما السلام. المهم تسين قلب الطوموبيل كلشي مسورت. او ماي جاد شوفي خليه الشارجر المحلول قدامي. نو 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 بغيت نسد كانت القضيه مزيانه يعني فابور بلا هادي بلا هاديك كتصدقي طالع لك الباركينغ فابور. ايوا صافي درت سكرين شوت البلاصه بالضبط اللي باكيت فيها. هاد البلاصه اصلا كنت كنسكن فيها من قبل هادي شمال شيكاغو بالضبط حدا لويولا لويولا ريد لاين لويولا يونيفرسيتي كاينه هنايا واحد الجامعه زوينه وكاين الكامبوس ديالها في هاد النواحي. وريد لاين هو ترين وريد لاين هو زعما هو زعما الخط الاحمر هو التران اللي كيمشي من هكا فيرتيكال من الشمال للجنوب والعكس هو اللي غنشدو دابا. It's really good صراحة. إلا كنتي عارف ما دير تقدر توفر بزاف في أمريكان تعرف الطرقان تعرف كل شيء. إيوا نمشي عندي واحد الموعد مع الوحدة ونص يا ربي إن شاء الله نجيبو هو هذاك. دابا غنشد باقي لي تقريبا ساعة كنت مشيت بالطوموبيل تقريبا كل شيء شي 40 دقيقة مع الترافيك بالتخان وهذا شي ساعة وشي ساعة و 20 دقيقة ساعة ونص شي مشكل. من هاني تبدل شويه الجو الحمد لله. الجو ديال الاحياء الجامعيين كيعجبني كتكون هكا في حياه هكا الدراري بالانرجي ديالهم هذا لي ريستورون حدا بعضياتهم هكا زوينه كما كيقولوا كتخرج وسط الناس كتنسي همك وسط هم الناس يعني كتخرج كديفولا يو فيل جود اباوت ات الحمد لله. يا هاد البلاصه كتفكرني في ايام ملي كنت جديده ساكادو بيكالا كنت كنباركي بيكالتي هنايا خاطر بعد ما كيشفروهم كنربطها مزيان كتمشي تماك تاخد لاكارت باش تشد التخان. وهنايا التخان في شيكاغو كلشي كيشدو لانه الباركينغ غالي وهذا فالناس كيفضلوا الترين. دابا غنمشي هنايا ناخد واحد الكارت مشيان ومجيان بسم الله بلاتي باي ترانزيت نيو فينترا كارد اوكي بليس وان داي تيكت ديرو وان داي تيكت زعما جاست ان كيس. غادي للشمال راهو تماك اللي غنسناو هنا اللي غادي للجنوب باش نزل في داون تاون. شوف ملي كنمشي مع ان شيكاغو كلها زوينه ولكن ملي كتدوري في السونتر فيل عاد كتحسي براسك في الميريكان ديال بصح ناطيحة السحاب وبنادم والألوان والأشكال وهذا. والله it's really nice صراحة خاصني نبدا نحاول نخرج أكثر بحال هكا. كاينين دي ريستورون واعرين دي زيبين مواعرين وتا بنتي مازال ولدي صغيور صراحة على السونتر فيل والصداع ولكن نور بدات كتعرف و كيعجبها زعما تشوف هاد الشي. المهم جيت لسونت في خديت غراض اللي كان عليا نقضي ومبقاش ليا الوقت عندي تقريبا شي نص ساعه الا بغا ندور فيها شويه. جيت قهوه وكوكي
كنجلسوا نتمتعوا بهذا المنظر الجميل مع الناس الزوينين هنايا في ستونفيل. الاغلبيه ديال لي كافي كتمشي ليهم الناس فاسيات هذا فونكي يقراو كتبهم فهمتي هذيك الفئه المثقفه اللي كتعجبني وعزيزه عليا. المهم الحمد لله الانسان يبدل شويه الجو مره يخرج مابقاش ساد عليه اربعة الحيوط والله كتبدلي الجو هكا صافي بحال من عند الله كتنساي تولي كتقول الدنيا زوينه شوف هذا الشيء شحال زوين وانا جالسه نفكر في التخربيق. الحمد لله دير بحال فقات هذا compañero se me viene y el mar y los años اخيرا سيداتي سادتي حنايا هذا غير رايي وكنحترم جميع الاراء حنايا غنجمعين كنشارك معكم الاراء ديالي في كل حاجه في الحياه وكنامن بالله الانسان يسبق الصحه ديالو النفسيه والعقليه لانه الا ما كانش عندك تلوح حوايجك الزنقه ففوالا هادشي انا كنقول انه نفسي ملي كتكون مرتاح راه كتكون زوين ومزيان وكتكوني طيبه وزوينه مع الناس المحيطين بك. شكرا بزاف على المتابعه ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.